السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، وبالخصوص تلاميذ بكالوريا 2024. هذا العام إن شاء الله، بالرغم أنني طولت ما نشرش ولا فيديو، لكن كما يقولوا كل عطلة فيها خير، والشغل مليح يطول، وإن شاء الله إحنا شغلنا رح يكون مليح ومتقون بإذن الله. وكما عودكم الأستاذ رحواني سفيان في السنوات السابقة أنه يرافق تلاميذه عن طريق اليوتيوب، عن طريق الحضور، عن طريق الدورات، إلى غاية النجاح. وهذا العام رح يكون عام مميز 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 جدا. معنى هذا العام قلت فيه مفاجآت، انتظروا هذه المفاجآت، انتظرونا بأول فيديو عن قريب هذه الأيام. وشعارنا دائما اللي ما نبدلوش واللي ما نغيروش واللي ما يحولش هو أننا ننجح وبالعلامة الكاملة إن شاء الله. سلام.